قال عكاف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن المصرف قد انتهى من تسوية مديونية رجل الأعمال إبراهيم كامل بإجمالي 1,100,000,000 جنيه، وذلك بما يتضمن حصول البنك على أصول عينية وأسهم شركات بالبورصة وجزء نقدي. وقال المغربي للمصري اليوم إن البنك يدرس تسوية مديونية رجل الأعمال رامي لكح. أستاذ مصباح، يعني من وجهة نظرك الاقتصادية وبصفتك رجل اقتصاد، كيف ترى تلك التسوية أو كيف تنظر إليها، ولماذا تأخرت كل هذه السنين؟ التأخير فعلا غريب شوية، لكن الحقيقة أنا يمكن وأنا في جنان الأهالي عملت موضوع كويس قوي، أو الناس قالوا لي إنه حاجة كويسة قوي على موضوع المديونيات، يعني بتاع الشركات الخاصة والعامة للجهاز المصافي، واللي كانت بلغت رقم كبير جدا، لأنه الحقيقة كان حصل في انفلات جامد جدا في الإيقاعات في الفترة بعد الإصلاح الاقتصادي الأولاني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فتراكمت مديونيات على ناس، عدد منهم للأمانة كان سيء النية، يعني ناوي من أولها كده يتعصب وهو بياخد القرض، بحطت في دماغه انه نتعصب وبعد كده البنك يشطبني نص الدين او نفلت بكيه كميه فلوس وهكذا. فانا حتى كتبت برواز داخل الموضوع، يعني كان عن مديونيه الدكتور ابراهيم كامل، قلت الحقيقه انه الراجل ده بيتمتع بسمعه طيبه وقالوا عنده نوع من الرفعه الاخلاقيه، عمرنا ما سمعنا عنه بقى في الهيصه دي ولا الشله دي ولا السهره دي ولا كذا. حتى هو ساعتها جه لحزب التجمع وكلم الاستاذ خالد شكوى على اللغه اللي يعني اللي اعتبرها لغه موضوعيه وراقيه في الحوار، فانا بقول ده شيء جيد ان تتم التسويه وهي متاخره، لكن انا بتمنى الحقيقه اولئك يعني سيئوا النيه بقى اللي انا اتكلمت عنهم اللي كانوا ناويين يتعصبوا من الاول، ان البنوك لا زال بعضهم موجود حتى هذا، تبقى اكثر جديه في التعامل معاهم، والنيابه ايضا، لان انا اعلم بشكل خاص ان في ملفات موكونه في النيابه من اكثر من 15 سنه في موضوع الاقتراض ده، حان الوقت ان تتحرك يعني.